أهلا بكم من جديد. تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية لأول مرة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط المؤتمر الأول للأمراض المزمنة غير المعدية في الإمارات، ونظمت مسابقة لاختيار أفضل 6 ملصقات دعائية عن أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية تحت شعار فنان في الرسم ويهتم بصحة الجسم. ومعنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور نجيب الخاجة الأمين العام لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ورئيس المؤتمر. طبعا صباح الخير. صباح النور. كيف الحال دكتور؟ الله يسلمك، كيف حالكم أنتم؟ الله يسلمك. في البداية يا ريتك لو تخبرني عن ما الذي يهدف إليه هذا المؤتمر يعني؟ طبعا بداية يعني نبارك لدولة الإمارات كل الإنجازات اللي تتحقق في هذه الدولة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي. الحقيقة أنا أنظر إلى هذا الحدث كحدث استثنائي ومن إحدى المبادرات المتميزة اللي تتميز بها دولة الإمارات واللي تقدم شيء جديد للإمارة وللمنطقة. هذا الحدث أو المؤتمر ينظم برعاية كريمة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية وراعي الجائزة، بالإضافة واللي تنظمه الأمانة العامة لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية. ليش أقول عن هذا المؤتمر هو حدث استثنائي بكافة المقاييس؟ لأنه ينظر أكثر ما ينظر إليه ليس فقط كمؤتمر مؤتمر عادي يعقد كباقي المؤتمرات، هو بالطبع فيه محاضرات علمية وفي ورش عمل وفي كل شيء، لكن أيضا يناقش استراتيجيات. أهمية هذا المؤتمر أنه يركز على الاستراتيجيات، استراتيجيات دولية وإقليمية ومحلية أقرت من قبل منظمة الصحة العالمية، وفي هذه الاستراتيجيات برامج وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية ودول وقعت عليه لتطبيق بعض البرامج أو الاستراتيجيات المهمة جدا المتعلقة بموضوع هذا المؤتمر، ومن بينها دولة الإمارات. نعم. فإذا قلنا نحن شو أهمية هذا المؤتمر، شو اللي يلقي هذا المؤتمر كحدث استثنائي، يسمى مؤتمر الأمراض السارية، المؤتمر الغير سارية أو المزمنة الغير سارية. نعم. أو الـ NCD Conference. ليش يسمى بهذا الاسم؟ لأنه يجمع تحت مظلته بعض الأمراض التي تشترك في عوامل حدوثها أو تساعد بعضها وتسبب نسبة ما يقارب من 67% من الوفيات في دولة الإمارات. 67%؟ نعم. لو أنت خدت هاي الأمراض وتقول شو نتائجها، بقول لك هذه نتائجها أنها تسبب 67% من الوفيات في دولة الإمارات ولها أسباب مشتركة في حدوثها. نعم. هي أمراض القلب والسكر والسرطانات وأمراض الكلى وأيضا أمراض الجهاز التنفسي. نعم. وللأسف أن أحيانا عامل يسبب مرض واحد يساعد على حدوث مرض آخر، وأحيانا بعض العوامل المشتركة اللي تؤدي لهذه الأمراض. نعم. فمنظمة الصحة في السابق كانت كل هاي الأمراض تأخذ على حدة وعلى انفراد، يعني نحن نأخذ مؤتمر للقلب لوحده وأحيانا مؤتمر للسكر وأحيانا جهاز تنفسي والقلب وأقول والسرطانات والكلى. اليوم منظمة الصحة العالمية واستراتيجية جديدة لقت أن القضية أكبر من أنك أنت تأخذ موضوع موضوع، وأن العوامل المشتركة شاملة كل هالقضايا. فليش نحن ما نوحد جهود كل الجهات هذه تحت مظلة وحدة بحيث أنه يعقد مثل هذا المؤتمر ويعقد نشاط على مستوى الدول
للتقليل من هذا. وهدف منظمة الصحة العالمية أن تخفض نسبة الوفيات في هذه الأمراض على بحلول 2025 من 67% اللي هو دولة الإمارات إلى 25%. وهذا هدف يحتاج إلى بداية إلى تنسيق استراتيجيات وخطط موضوعة ثم تنفيذ. فأنت عشان تنقل الأهداف المرسومة إلى خطط تنفذ، أنت محتاج إلى ورش عمل وإلى عمل كبير يعمل على مستوى كافة الدول. ونحن من بين هذه الدول، لأن نحن في دولة الإمارات مع تغير نمط الحياة، مع هذا التطور اللي حدث، مع نوعية الرفاهية اللي نعيش فيها، نعم ارتفعت مستويات المعيشة، متوسط أعمار الناس وصلت إلى معدلات عالية. من 50 سنة قبل في 1970 أو 65 إلى فوق 75 إلى 80 سنة، نحن نتكلم عن تغير جذري في نمط الحياة. لكن هذا نمط الحياة هذا أيضا جلب مشاكل أخرى، مثل ازدياد نسبة أمراض القلب في الدولة، ازدياد السكر، السرطانات، وهذه مشاكل حقيقية وتكلف الدولة مبالغ طائلة في الإنفاق عليها. والهدف كله بدل ما ننفق هذه المبالغ الطائلة على العلاج، ننفقها على الوقاية والتقليل من الإصابة. وهذه محتاجة إلى عمل طويل واستراتيجية طويلة لتحقيق هذه الأهداف. يعني إذا راح نتكلم دكتور نجيب عن من هم المستهدفون من هذه من هذا المؤتمر؟ شوف الفئة المستهدفة. شوف قبل ما يعني طبعا المستهدف هو المواطن المجتمع بأكمله. المستهدف منه هو كيف نقلل من الإصابة بهذه الأمراض بحيث أنه يستفيد منه الكل. الدولة بتستفيد من خلال أنها بتقلل من إنفاق على الخدمات الصحية اللي هي تكلفها مبالغ باهظة، بيحسن المستوى أو طبعا بيحسن مستوى أعمار الناس، لكن أيضا صحة الناس. وفي هذا المؤتمر يستهدف شريحتين واضحتين، شريحة الأطباء وشريحة أيضا المسؤولين، وعشان كذي نحن نتكلم عن استراتيجيات، وشريحة المجتمع. يعني في أنشطة للمسؤولين، وعشان كذي منظمة الصحة العالمية مشاركة في هذا المؤتمر اللي هو المكتب الإقليمي برئاسة الأستاذ الدكتور علاء ألوان، مشاركين في هذا المؤتمر وشجعونا على إقامته، لأن فكرة جديدة وموجودين ويانا وحاطين اليوم الأول برنامج كامل من للمناقشات، لمناقشة التجارب المختلفة على مستوى العالم، لمناقشة الاستراتيجيات التي يجب أن توضع على مستوى الدولة وكيف تنفيذها ومن ينفذها. وأيضا الشريحة الثانية اللي هم الأطباء اللي هم عليهم دور يكمل دور وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، والشريحة الثالثة المواطنين من خير اللي هم محتاجين إلى توعية وعمل، وطبعا الإعلام لهم دور، وبالأخص اللي هم الفئة العمرية الشابة اللي هم في المدارس والجامعات، لأن هذيلة ما زالوا في عنفوان شبابهم، قادرين على الرياضة، على الغذاء السليم، على كل ما صابتهم أمراض ما يدخنون. فبالتالي أنت تركز عليهم لأن تعطيهم فكرة كاملة عن الحياة الصحية السليمة اللي ما تدخلهم في متاهات الأمراض اللي تفضلنا فيها. نعم. فئة الشباب هذيلا يعني كيف يتم التركيز عليها؟ هل من خلال ندوات؟ هل من خلال دورات تدريبية؟ أنا يعني طبعا هذا سؤال مهم، لكن قبله أنا بغيت أقول لك يعني كيف يمكن السؤال اللي من هم اللي قاعدين يشتغلون على هذا المؤتمر، وكيف بدأت قصته؟ يعني هذه بعد مهمة قبل ما ندخل في هذا السؤال. طبعا المؤتمر جت فكرة طرحت من منظمة الصحة العالمية أن نحن هذا أصبح قانون وقع من قبل الدول، وبالتالي ما زال معظم المسؤولين رغم أنهم وقعوا غير مدركين
حجم وغير قادرين على إيجاد الاستراتيجيات لبناء مثل هذا هاي المنظومة اللي ممكن تطبق على مدى 15 سنة من اليوم حتى تيب نتائجها. ونحن في جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية أيضا الحمد لله من يوم ما قامت الجائزة نأخذ المبادرات المهمة اللي هي المبادرات الكبيرة ونحاول أن نحولها إلى أشياء ملموسة تستطيع هذه الأشياء الملموسة أن تحقق أهدافها. فنحن أخذنا المبادرة ومع منظمة الصحة العالمية اكتشفنا أن جميع الجهات في دولة الإمارات أو معظم الجهات المعنية بهذا أيضا مهتمة جدا وعندها فاتحة مكاتب فيها وأفراد معينين لبلورة هذه الاستراتيجيات. لقينا تعاون من وزارة الصحة وعندهم فريق يشتغل هيئة الصحة بدبي وأبو ظبي، تعاون من الأقسام الطبية المختلفة، تعاون من الجمعيات المعنية بهذه الأمراض مثل القلب والسكر والجهاز التنفسي والكلى والسرطانات. وفريق من الأطباء، لكن ما شيء واحد ما كان عندهم واضح اللي هو التكامل في العمل والعمل مع بعضهم كفريق. كل واحد راح يروح يشتغل، فنحن قدرنا من خلال هذا هم جدا سعداء وفوجئنا بحجم الحضور والعمل المشترك بينهم في مبادرتنا نحن، وكنا جدا سعداء بهذا. الوزير حتى سمو الشيخ حمدان استقبل الفريق كله وكان جدا سعيد بأن نحن قمنا بهذه المبادرة. وزير الصحة ومدير عام هيئة الصحة في دبي وظبي أثنوا على هذا وطلبوا منا أن نحن نكثف الجهود هذه، وأيضا منظمة الصحة العالمية اللي تشارك، هذه كلها أثرت على أن نحن اليوم بندخل على مؤتمر متكامل أو بيبني استراتيجية متكاملة. مثل ما قلت أنا ثلاث شرائح: المسؤولين اللي بيحطون الاستراتيجيات، اللي بينفذون الاستراتيجيات، وفئة الشباب. إذا جيت على فئة الشباب في أشياء كثيرة بتحصل عند فئة الشباب. طبعا هو أستاذ نجيب يعني هو ضيق الوقت، يعني يا ريتك بس لو تخبرني شو شيء بسيط عن الشباب. يعني الشباب، شوف بخبرك شيء واحد، نحن في خلال طبعا المؤتمر فيه محاضرات كثيرة وورش عمل وكل شيء، لكن الشباب بالذات نحن في برنامج ينظم من قبل مؤسسة مايد الفضيمة الخيرية. هذا برنامج اسمه برنامج التمعية الصحية أو سمارت. في هذا البرنامج عندنا هذا الشاب اللي اسمه نشيط. زين، في فريق متطوعين وضع هذا البرنامج لزيارة المدارس. ويوميا أكثر من 100 طالب يدربون بأسلوب شيق عملي عن أهمية الحياة الصحية السليمة للشباب لتلاميذ المدارس، عن مخاطر التدخين، عن الغذاء السليم، عن الرياضة، عن أشياء كثيرة. الأرقام الصحيحة مثل الضغط والنبض وكل هالأشياء. فهذا البرنامج نوع من أنواع النشاط اللي يصب في خانة مثل هذا المؤتمر. في نفس الوقت نحن في المؤتمر منظمين أيضا مثل ما تفضلت أنت في البداية بوستر كومبيتيشن اللي هو مسابقة للرسومات واللي فيها جوائز، واللي طلبة والشباب هم يساهمون في عملية الرسم وفي عملية البناء. هو أستاذي طبعا الموضوع شيق جدا والحديث فيه يطول، لكن الدكتور نجيب الخاجة الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد الطبية شكرا لك ويعطيك ألف عافية. الله يسلمكم. هذا الكتاب راح أخذه من عندك. يعني تفضل تفضل، هذا كتاب جيد جدا يعني، وفي أنواع الأنشطة اللي نقوم بها في المدارس من أجل هذا الهدف، واللي منظمة الصحة جدا أيضا مهتمة به. شكرا لك ويعطيك العافية. الله يسلمكم.